بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ موضوع تصميم ايضا مال الاعمده. من عندي عمود محمل تحميل محوري ان اكسيوري لودد كولوم، وكان جانبيا لاترالي ريستريند. اوكي، لاترالي ريستريند باتجاه الويك، in its weak direction، يعني كان laterally restrained مقيد ومستند كبريست بالاتجاه الضعيف. زين، column with different unsupported length in xy direction. هسه اذا ياخذ يعني بالاتجاه الاكس دايركشن هو اتجاه القوي، واتجاه الواي دايركشن هو اتجاه الضعيف. بالاتجاه الضعيف يقول اني سانده ومسوي له قيود بحيث ما يصير بي ديفليكشن او باكلينج. زين، سلندر نيس فاليو، سلندر نيس فاليو قيمه النحافه، هاي مثل ما سميناها النحافه اللي هي كيل كي ال اوفر ار باتجاه الاكس، وقيمه النحافه باتجاه الواي هي الكي ال اوفر ار. حسبت وحسبنا قيمة هذا الحمل بتصميم ال LRFD وبالطريقة ال ASD. من حسبنا الحمل من خلال انه حسبنا هذا، اخذنا طلعنا قيمة الإجهاد وضربناه بالاريا، فناخذ اللي هو القيمة المؤثرة الأكبر. ناخذ هسه مثال، أو هسه خلينا نشوف هسه هذا المخطط عندنا. هنا عندنا اكو حمل مسلط بطريقة ال LRFD أو بطريقة ال ASD، وكان هذا الإسناد هو بالاتجاه الضعيف اللي هو اتجاه Y direction. أما باتجاه ال X direction بقى الطول نفسه، فمعناته هنا قيمة، ما دام هو الحمل نفسه، قيمة ال LX over RX وال LY over RY هاي لازم قيمتين متساوية باعتبار الحمل نفسه. واضح؟ فال LX ايش حيساوي لنا؟ حيساوي لنا ال LY مضروب في نسبة ال RX over RY. هاي بنسوي طرف الوسطين، هاي نوديها لهالطرف هذا، هالطرف. فصار قيمة الطول باتجاه الاكس اكسس اللي هو اتجاه القوي يساوي لنا الطول باتجاه الواي اكسس في النسبة اللي هو radius of gyration لاتجاه الاكس على radius of gyration لاتجاه الواي. من نحسب هاي قيمة ال ly مضروبة في هذه النسبة، اذا كانت اقل من ال lx فال lx هو المسيطر، الطول الكبير هو المسيطر. اما اذا كانت هاي نسبة ال LY اللي هي اتجاه ضعيف في النسبة هاي مال radius of gyration كانت اكبر من ال LX، فال LY هو حيكون المسيطر. وهسه ناخذ في المثال على ذلك. select اختار the lightest available، يعني اخف وزنا ممكن من ال W 12، يعني وايد فلانج قبل 12. هذا الديف مالته. قلنا احنا بالتصميم دائما ناخذ قيمة الوزن الأقل، لأنه التصميم الاقتصادي هو من نختار الوزن الأقل. فلذلك يقول لك اختار ذا لايتست افيلبل، أقل وزنا من نوع ال W 12، يعني وايد فلانج بعمق الديف 12. استخدم الطريقتين LRFD وال ASD for the following condition، هذه الحالات انه ال FY قيمته 50 والحمل ال dead load هو 250 كيلو باوند وال live load هو 400 كيلو باوند. منطينا ال KXLX 26 وال KYLY 13. هاي K يعني معناتها منطينا آلية الإسناد، لأنه احنا عرفنا انه ال K effective أو هذا الفاكتور نطلع من خلال معرفة نوع اسناد الكولوم العمود. باي ترايل اند ايرور، وباستخدام يوزنج
اي اي اس سي تيبلز، اما بالمحاوله الخطا او من خلال تيبلات. هسه السوليوشن حل باستخدام هذه الترايل اند ايرور. شنو ترايل ايرور؟ بفرض قيمه الكي ال اوفر ار، كي ال اوفر ار اللي هو قلنا عليه شو اسمه، هذا سلندر، سلندر نيس ريشيو، سلندر نيس ريشيو نسبة النحافة. تفرض احنا قلنا حسب التيبل السابق او تفرض قيمتها هنا تذكرون، تفرض بين الاربعين الى الستين الفرضية مالتها، واخذنا بداية الموضوع عليها مثال ايضا، هاي محددة قيمتها تفرض بين الاربعين الى الستين الفرضية مالتها، وحسب الطول من الطول يكون 10 الى 15 فوت، فتفرض بين 40 الى 60. فاكثر الاحيان من يبدي بالحلول بطريقه الترايل اند ايرور يفرضها الكي ال اوفر ار، يفرضها قيمتها 50، يفرضها 50. سنا شوف بالمثال اول شيء فرضها 50، طبعا نطلع بطريقه ال ار اف دي نطلع البي التيميت، مو قلنا الحمل الابصار اللي هو نضرب 1.2 في الديد لود 1.6 في اللايف لود ونطلع قيمة البي التيميت حمل الابصار. اما بطريقة الاي اس دي نطلع بي الاوبل يعني حمل التشغيل نفسه من خلال نجمع الديد لود واللايف لود بدون ان تضرب باي فاكتور، يسموه بي اي بي الاوبل. فطلعنا هاي قيمة الحمل الاقصى والحمل التشغيلي بالطريقتين. نفرض قلنا سلندر نيس ريشيو نفرضها 50، من نفرضها 50 نروح الى تيبل 422 من خلال قيمة هاي كي ال اوفر ار وقيمة الاف واي اللي نطيناها بالسؤال، نطلع قيمة اجهاد الحرج، اجهاد الحرج اللي مفكتر مضروب بفكتر، طلعنا قيمة اجهاد الحرج وطلع لنا 37.5. وايضا نطلع قيمه الاجهاد الحرج بطريقه الاي اس دي طلع لنا هنا 24.9. هسه هاي القوه او الحمل مقسوم على الاجهاد الحرج، شو طلع لنا؟ طلع لنا المساحه المطلوبه، واضح؟ بتقسيم اللود المسلط على الاجهاد، هذا القوه على الاجهاد، نطلع الاريا المطلوبه، الاريا المطلوبه طلعت عندنا 25.07 انت تربيع. هاي بطريقه ال ار اف دي، وطريقه الاي اس دي طلعت عندنا المساحه المطلوبه بتقسيم قلنا الحمل التشغيلي على الاجهاد الحرج طلعناه من التيبل، طلعنا الاريا المطلوبه هاي طريقه الاي اس دي 26.1. هسه شوي اروح على بارت 1 الجزء الاول من التيبلات، التيبلات مال الجزء الاول. انا ايش عندي قايل يستخدم اقل وزن من نوع ال دبليو 12، فاروح على دبليو 12، اروح على دبليو 12 اشوف ياهو بدبليو 12، دبليو 12 اروح عليه اشوف يا اريا مساحه قريبه اللي هاي اللي ضاعت عندي، يا اريا مساحه قريبه اخذها، فاقرب شيء عندي هاي المساحه 25.6 انت تربيع، وطبعا اكبر من القيمه هاي لازم تكون اما مشابهه او اكبر منها قليله من هاي القيمه، فاللي اكبر من هاي القيمه طلعت هذه، فيا هو طلع عندي هذا هو اخف وزن اللي هو ابو 87، فالدبليو 12 في 87 هو هذا المساحه اللي ينطيني اياها اقرب شيء الى المساحه المطلوبه. فش اطلع من هذا التيبل اللي اخذناه من بارت 1، طلعنا الاريا، نروح نطلع من البروبرتيز من المواصفات الار اكس والار واي مالته، طلعنا الار اكس والار واي. هسه اجي اشيك الكي ال اوفر ار اكس، الكي ال باتجاه الاكس اكسس هو منطيني اياه 26 فوت، اضربه في 12 انش واقسمه على الار اكس مالتي طلعت عندي هالقيمه، هذا يسموه سلندر نيس ريشيو. وباتجاه الار واي همنا منطيني اياه، منطيني 13 اضربه في 12 انش حول الانش واقسمه على الار واي اللي طلعناه هنا اللي هو 3.07، طلعت الكي ال ار باتجاه الواي وباتجاه الاكس. منو يسيطر عندي دائما كنترول
هو الأعلى، أعلى قيمة الـ KL over R الأعلى. فطلع عندي هسه هاي الأعلى. أيضا بهاي الطريقة نفس الشيء، هم يعني نفس القيم بطريقة الـ ASD. هسه أروح للتيبل أيضا أشيك على مود أشوف نو يشتغل لو ما يشتغل. أروح للتيبل وين؟ تيبل 24 من خلال هاي الـ KL over X، يا هو المسيطرة، يا هي المسيطرة هي القيمة الأعلى اللي هي يا هي باتجاه الإكس هذه 57.9 من خلال هاي القيمة، وقيمة الإف واي اللي بيعطيني إياها هو 50. أروح إلى التيبل 24 أطلع الإجهاد المفكتر، الإجهاد الحرج اللي مضروب بالفكتر. هذا الإجهاد الحرج أضربه بالأريا اللي طلعناها هسه، هاي تختارين المقطع اضربه بالاريا اطلع شنو هو البي التيميت. هاي بي التيميت لان هذا الاجهاد مفكتر، هذا في الاريا اطلع البي التيميت. بي التيميت طلع عندي 901. اني الحمل الاقصى المسلط ايش قال عندي؟ عندي 940. فهذا المقطع اللي اختاريته يتحمل 901، اني عندي 940. اذا هذا المقطع ما يشتغل، نوت جود، واضح. وايضا بطريقه الاي اس دي طلعت، من طلعت هذا اللي هو الكي ال اوفر ار اكس هو اللي مسيطر الاعلى، ويا الاف واي اللي هو قيمته 50 اللي عندي معطيها بالسؤال. اروح على التيبل 24 طلعت الاجهاد المفكتر ايش قد، واضربه في الاريا اطلع قيمه البي اي. هاي بي اي هذه الحمل التشغيلي، طلع عندي الحمل التشغيلي ايش قد 599. الحمل التشغيلي المسلط ايش قال عندي اني 650، اذا اقل من عنده، اذا ايضا هذا المقطع ما يشتغل، هو نفسه ما يشتغل، نوت جود. فشروح اسوي؟ اروح الى مقطع اخر، مقطع اخر اللي هو بعد هذا المقطع اللي اكثر منه وزنا قليلا، هذا ابو 87. اروح اللي بعده اللي هو ابو 96، فاروح على ابو 96 ايضا نفس العمليه اشتغل. من اختاره اختار هذا المقطع ابو 96، اروح على المقطع ابو 96 اختار هذا المقطع اشيك ايضا قيمه ال LRFD وال ASD حسب البروسيجر، نفس العمليه واشوفه تحمل له لا، واضح طلاب؟ زين هسه عندي بطريقه ثانيه اللي هي قال لي يوزنج AISC tables بالجداول. من خلال الجداول احنا عندنا كي واي ال واي قيمته هو ايش قد 13.8 والاف واي هو 50 وبي التيميت عندنا هسه بطريقه اللي نحكي احنا ال ار اف دي. اروح اطلع قيمه ال ار اكس اوفر ار واي موجود من ضمن التيبل هذا، مختارين هذا المقطع الاول هذا اختارينه، اكو نهايه التيبل قيمه ال ار اكس اوفر ار واي عندي ايش قد قيمته 1.75 عندي هسه ايش قيمة ال 5 بي ان 954. زين ال كي ال واي، ال كي واي ال واي شو يساوي لنا؟ هذا اوفر هذا النسبة اللي هي نفسها تبوني قبل شوية اخذناها بالشرح، قلنا ال ال واي شو يساوي لنا؟ شو يساوي لنا؟ يساوي لنا LX over هاي النسبة RX على ال RY هاي النسبة، نفس العملية هي نفس ال K. فعندنا ال KL KX LX 26 مقسوم على هاي النسبة اللي هو طلعناها من التيبل الأخير اللي ضمن بارت 1، هاي تيبل بارت 1 قسمنا عليها طلعت قيمة هذا شنو؟ كي واي باتجاه الواي، يعني الطول باتجاه الواي باتجاه الضعيف، طلع عندي 14 فوت، هي أكبر من هذا الطول اللي معطيناه بالسؤال، ولكن يبقى الطول باتجاه الأكس هو الأكبر، فالمسيطر هو باتجاه الأكس. لو كان هاي القيمة أكبر أيضا أكبر من الواي
وأكبر من مال إكس، وهي هي تعتبر مسيطرة. فلذلك ناخذ الطول مال إكس يبقى هو المسيطر، بس إحنا أيضا هاي باعتبارها أكبر اللي من القيمة اللي طلع عندنا لازم أيضا نشيكها، عيد إدخالها ري إنتر للتيبل، عيد إدخالها للتيبل، نشيكها بالتيبل ونشوفها هل تشتغل ولا لا. واضح؟ ندخلها بالتيبل مرة ثانية ونشيك قيمتها من خلال انه شنو عندنا هاي القيمة، ندخلها بالتيبل مال من التيبل مالته اللي هو تيبل من واحد الى تيبل اربعة واحد، العفو تيبل اربعة واحد اللي رأسا يطلع لنا قيمة شنو قيمة الحمل رأسا، تيبل اربعة واحد نروح من خلال ال KLY هذه رأسا حيطلع لنا قيمة الحمل المفكتر. نشوف قد يطلع عندنا الحمل المفكتر، طلع اكبر من المسلط اوكي، والحمل المفكتر الحمل المفكتر رأسا يطلع لي هذا تيبل اربعة واحد، نشوفه اكبر من الحمل المسلط اذن اوكي. واضح؟ هاي من خلال تيبلات اللي هي قلنا من اربعة واحد الى اربعة عشرين حسب نوع المقطع، وهاي تيبلات من اربعة واحد الى اربعة عشرين شو تطلع لنا؟ تطلع لي رأسا الحمل الاقصى، رأسا نطلع لي الحمل. اما تيبل اربعة اثنين وعشرين شو يطلع لي؟ يطلع لي الاجهاد، يطلع لي الاجهاد نضربه بالاريا. واضح؟ فهذا باستخدام التيبلات من خلال قيمة ال KLY 13 وقيمة ال FY نروح للتيبل نطلعه. فاحنا شخذنا خذنا قلنا ال KL احسبنا الجديد لانه ال KLY كان 13 طلع عندنا هذا، فنختار قيمتين مرة باتجاه الاكس ومرة باتجاه الواي ونطلع الحمل الاقصى هو اللي يتحمل. واضح طلاب؟ هاي شوف تيبل اربعة واحد